سامعكم الدراري، اسمحوا لي تعطلت عليكم تقريبا شي 5 شهور، هذه ما حدث الفيديو لا والو، ولكن سمعت واحد القصه، هذه راه حقيقيه واقيلا طرات في مصر وماش في الاردن، ما عرفتش بالضبط. قال لك واحد الدري مات ليه الام ديالو ودا معاشرو باش يزور الام ديالو في المقبره، زعما يدير زياره الام، ومي سالو الزياره ديال الام شاف القبر اللي خاوي واحد الوالده ديالو، وصاحبو قال لي ارى ماشي اللي مات ليه لامو الاخر، قال لك ارى نجرب الناس هذا القبر كيفاش دايره. مع ناس في القبر الدراري في الجنب ديالو، ناس ماشي ناس في الجنب، ناس على جنبه في القبر بحال الناس الميت، صافي تمشي للروح ديالو مات، وسبحان الله فين مات في القبر تما فين دفنوه، وبغيت نجرب هذا الاحساس هذا كيفاش داير. غدا ان شاء الله الدراري غادي يفيق في الصباح وغادي نمشي نجرب هذا الاحساس، ليلة مغامرة، تخيلوا معايا الدراري الناس في القبر وانت انا غتمشي للروح ديالي. غادي نمشي ان شاء الله، اول حاجة غادي نمشي نشري الكفن، غادي نمشي الروضه، غادي نهضر مع اخونا في الله اللي كيحفر القبوره، حيت صعيب انك تقنعو تقول لي بغيت ندير واحد التجربه انني ناس في القبر، وغتنوض انت غدير عليا دوك الحجر اللي كيداروا فوق القبر، عادلو عليا الرمله، فهمتوني؟ هذه هي الصعيبه. اول حاجه كيفاش غادي نقنعو؟ على الله يبغي. غادي نتمنى ان هذه التجربه هذه هي ماشي ما بن مغامره، وفي نفس الوقت بنادم يفيق، وفي نفس الوقت تجربه، حيت واحد النهار نعرف راسي انني غادي نطيح في ديك البلاصه وغادي نجرب قبل ما نموت، انا غادي نجرب العيشه كيفاش غادي تكون نهار في القبر قبل ما نموت، وغادي نتدفن في واحد البلاصه اللي تدفنوا فيها واحد اخرين جداد، ربما غادي يكونوا فايتيني بواحد 4 سوايع 5 سوايع باش تدفنوا، ولكن هذه التجربه غادي تكون بالليل. اول حاجه غادي نمشي، او دابا حاليا غادي نمشي، دابا غادي نمشي نختار القبر ديالي نشوف كيفاش داير، حيت خص يكون قبر شويه متسع فهمتيني، حيت هو اللي غادي يكون فيه غادي ندير فيه التجربه ديالي. حيث قرر عمل تحدي لمن يدخل القبر ويظل به يوما كاملا 24 ساعه، وبالفعل جمع اصدقائه والادوات اللازمه داخل القبر من كهرباء وشاحن ومخده ومرتبه وغطاء وكاميرات واضاءه واي شيء قد يحتاج اليه. بدايه التحدي المميت، سبحان الله. قد هبت رياحا قويه اطاحت بالخيم المحيطه بالقبر، وفجاه بعد ان كان الجو صافي وجميل تحول في لحظه الى جو مرعب ومظلم وامطار غزيره ورياح قويه، وكأن يوم القيامة قد جاء في الحال. لم تكتفي الطبيعة بالرياح، بل تفاجأ الهندي وأصدقائه بمطر شديد غير معتاد منذ سنوات طويلة، والغريب أن هذا المطر كان في هذه المنطقة فقط، والأغرب أيضا أن المطر قد جاء في فصل الصيف، وكان هذا اليوم شديد الحرارة، سبحان الله، وكانوا سيدفنون في الحال من غزارة مياه المطر، كما باءت محاولات فتح أبواب القبر بالفشل، وبعد محاولات طويلة جدا تم إنقاذ الشابان، وخرجا ينتفضان ومنهارين بعدما حدث لهما على كرسي متحرك بعد أن فقد القدرة على السير. 1912 كاين هذه المقبره هذه. 1912 راه قديمه. واش 1912 بارك الله، هذه قبل كاينه هي. يعني كانوا الناس واخا كان عندنا الملوك ما كانش عندنا مؤسسات، ما عندناش حكم، ما عندناش كذا، كانت كان كنقولوا السيبه. السيبه مصيبه. ناس هنا قتلوا ناس وجاو دفنوهم هنا. هكاك. هكاك. كان بنادم كيبات لك في الطريق عندك مع حساب. قتلك ليه في الطريق دون تخرق بريك ثم مشيت عليهم. قتلك ونجي ندفن. ما كاين لا لسه، كاين خليك تجي وعائلتك يدفنوك. كاين عائلتك وعرفوا شكون اللي قتلوك، خدوا تما باش يبديو فيه. حتى هو يقتلوه. قتلوه حتى انا من العائله ديالي. ما عنده شارع كيجيو، هادشي اللي كانت البلاد. كان لا حكم لا والو. سيبا. غادي نطلع للطريق نشوفوا. سير تما. محلول ياك محلول. لا ما محلولش، عندي ساروت. لا محلول. في ثلاثة ديال قبورة. ديال قبورة لداخل. لا سادو. ما كي. كيجيو تنكرة. كرمه وجا كيجي كيبات هو بها تما كنفرشوا الداخل واش ما ياكلوك ما عقلش عليك هاو هذا راك فين كنقول له سالو سالو جا شي حد دابا يزور كنبقى نحل ليه ما جاش راه مسدود هادي هذا هو قبر الدراري ديال الوالي الصالح تخيلوا معايا الدراري كيجي بنادم كيفسد فيه راه ما تدخلش العقل اصاحبي والله ما تدخل العقل اصاحبي واو قمه الكفر كاينين شي طقوس كيتوقع هنايا مسك طقوس السحر الله يرحمك الوالدين وخلي طقوس السحر عاوتاني الناس خلي كيجيب معاه واحد وراك كتشوفو جاي معاه ولكن راه ساهي هذوك صحاب الكنز فهمتك دابا انت دابا لا خلي لا دابا كيجيب معاه واحد هو مزهار ولكن بالطقوس ديالو غتابعو غتابعو اقسم بالله سمعتي تيبقى غتابعو علاش؟ كيدير ليه هكا متي وصل تما تي الجن اللي كيحكم عليه اش دير لهذا السيد؟ عنده الزهر يقول لك قطع ليه ودنه سبعوا التشهد ديالو ولا كاين اللي كيقتلو حنا اللهم العتق الموقف قبل المهم الدراري غادي نختار القبر المهم ما هضرش مع حفار القبوره راه ريقي معايا البلان غادي يدفني مع ديك جوي 11 الليل
حتى دابا لا دابا بنادم كاين وكذا وهادي. ومن الاحسن انا بغيتها باللي فهمتي باش نعيش اللحظه كيفاش دايره. المهم قال لي سير اختار القبر ديالك، غادي نختار القبر ديالي الدراري. كاين هذا كاين هذا هذا باليا باليا هذا الدراري هذا ارتحيت فيه. شو كيدير شوف فغادي نختار هذا. ها هو الحجر اللي غادي اللي غادي حط عليه. ها هو ها هو جابهم شي شو حجرات كيدايرين. غادي نرقل مع الامور تاع 11 الليل عاد غادي نتدفن وغادي نشوف الاحساس ديالي كيفاش. كنت باغي نتعرى بغيت نتعرى ولكن حرمات القبور حشومه الدراري. المهم الدراري نيري مشوار خطير بزاف. هاو هذا يلا تدفن مع العاصي نكفر راسي. واو واو واه على شعور كنا ليها كنا ليها صاحبي. بسم الله واو ديري على شعور وحق الله يلا خاطر بزاف. بسم الله بسم الله بسم الله هاكا الدراري كنا لها بحال مكا. واه ناري ناري شبر 4 الصباح فاش نتلقى الكاميرا. واو واو بسم الله صافي استاذ تلقى البلايك. واو 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 عطيني بير عطيني واحد البير كاين تما باش ندوي لها تحت راسي. هاك لوحو هاكاك اوه ماشي واو 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 ولا شعور ما شاء الله هاك الدراري حامك يا وليدي. كلنا هكا كلنا تخيل معايا كيطيحوا لك البلايك بحال هكا البلايك كيطيحوا لك هكا هاك الدراري بحال هكا يا وليدي. كلنا هكا كلنا تخيل معايا كيطيحوا لك البلايك بحال هكا البلايك كيطيحوا لك هكا. شوف 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 واو شوف 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 أطول مدة اللي غادي نصبر فيها. شوف 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 هنايا واو شوف كنحس بالضيق كنحس بالنفس ما كايناش. تخيلوا معايا واحد مورايا هنا يلا تدفن مع العصر واحد تدفن مع الظهر. واو واو شوف 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 واو 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 شلور شلور شوف شوف بحال موكا يا وليدي بحال موكا بحال موكا يا وليدي. ناري 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 باش عاد باش تراجع ما خصنيش نقول هادي ولكن راه كنحس بالضيق كنحس بالنفس كتخرج وما كتدخلش. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. كون كانت واحد القضية أن ناري جاتني البكية والله إلا جاتني البكية
وكانت اي واحد زعما تعطيه فرصه انه شوف سبحان الله ما قدرش تهضر الهضره ما قدرش تخرج ليه انه تمتح له الفرصه زعما تعطيه فرصه انه يجرب غير هاد الناس هادي ولو غير دقيقه وحده راه والله الا غتبقى تصلي ليل ونهار صباحها يا ربي تسمح ليا يا ربي تسمح ليا يا ربي تسمح ليا ما كنصليش ولكن راه عاد عرفت بقيت نصلى قسما بالله اقسم لكم بالله يا ما كنتصنعش و ناري عاد نفس التراجم ناري تسقط ليا في لساني ولكن خصني نبدل بالله اكبر تعطي لبنادم فرصه انه يجلس هنايا وعلى شعور وعلى شعور وعلى شعور وعلى شعور واو تخي معايا مالك الموت كيجي عندك ويسولك من ربك ولكن دابا انت عارف الدنيا من ربك عارفه ولكن ملي كتهبط للقبر ما كتبقى عارف والو كتمسح لك الذاكره وكتولي ربي اللي كيعطيك اللي كيعطيك الجواب فهمتيني اللي كنتي كتامن بالله وكتصلي وكتشكي وما كتظلمش عباد الله وكذا راه الله كيعطيك الثبات انك تقول ربي الله ما دينك الاسلام ما الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن انا عارف راسي واحد النهار غادي نطيح في هذا القبيه رحم هكا وغادي نتسائل الله يثبتنا على السؤال والله الا الله يثبتنا على السؤال يا ربي يكون هذا الفيديو ماشي ما حسبتو انا مغامره ولكن بدل لي حياتي باش تعيش التجربه انك في هذا القبر هكا راه شي حاجه نشوف رجليا شوف الثوب الابيض وشوف عاوتاني هنا شو كيفاش ناري ما قدرش شعور خطير او ما قدرش تجربه طرات في المغرب وطلع العالم كامل طرات في الدول الاوروبيه ولكن ما طرات بهاد مواصفات الاسلام بهاد الدفء الاسلامي على جنبك وتخيل معايا 4 الصباح وشبر ما عندك فين تفنفن ما عندك فين زعما الدور هنا ولا هنا وتخيل معايا انت ساكن في قصور والفيلات وكتتعدى على عباد الله واحد النهار غتجي هنا ما غينفعك حتى شي حاجه شغل اللي غينفعك الصلاه ديالك والزكاه ديالك وغادي تندم وغتقول ديك يا ليتني كنت ترابا راه اقسم بالله العلي العظيم وانا كنحلف وانا في القبر الا كنهضر وبحال اللي كنحس براسي ماشي انا اللي كنهضر بحال اللي كتهضر شي حاجه فيا واو والله الا غالطين في الدنيا قسما بالله الا غالطين والله يجعلنا انا مغفر الذنوب وحق الله صعيبه 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 واه شو تخيل معايا غير باش تخيل انك كيجي عندك مالك الموت الا كانت اعمالك صالحه كيحلك الله سرجا من هنا كتشوف القصر ديالك في الجنه وكتقول يا ربي تقوم الساعه غير باش نمشي للقصر ديالي اللي في الجنه وتخيل معايا داك اللي غيمشي لجهنم والله يجينا يجيكم من جهنم كيحل لي الله شرجم ديال جهنم واش كيقول يا ربي لا تقوم الساعه يا ربي اخرها وقبرك جهنم وجهنم بارده لا في ديالها واه شوف تخيل معايا درني غير عن قدرني واه بديت كنترعد والله الا بديت كنترعد شوف اقسم لكم بالله تخيل معايا قبرك جهنم هو تجربه خاطئه تجربه الحمد لله انني جربت الاحساس ديال القبر ونتمنى تكونوا عشتوا معايا التجربه هذه ولكن ما قدرتش نبقى اطول مده اللي ممكنه لان شعور كنت بنقول خطير ولكن ما خصنيش نقول لان الشعور تندم الحمد لله انا باقي عايش وحق الله الا عبد الحمد لله باقي عايش الحمد لله ما كناديش الناس وما كنهضرش في الناس وما كنظلمش الناس وحاجه وحده ناقصاني هي الصلاه يا ربي تثبتني على الصلاه يا ربي تثبتني على الصلاه يا ربي تثبتني على الصلاه والله حيت اول حاجه كتسال عليها هي الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اول ما يتسال عبدي هي الصلاه اقسم لكم بالله العلي العظيم ما كنهضر كنحس براسي ماشي انا اللي كنهضر كنحس براسي شي حاجه فيا كتهضر ولكن راه صعيبه انك تكون في هذا المكان في جهنم يا ربي يا رب
يا ربي يا ربي ترحم هذا اللي مات مات مسكين مع العصر، يا ربي ترحمه في هذا في هذا في هذا في هذا النهار هذا، وهذا تا هو مات مسكين مع الظهر. غادي نعتزل الدراري، غادي نطلع ما نقدرش خويا، حل عليا حل حل حتى النفس ما بقاتش عندي حل. شوف شوف واو واو ناري ناري تجربة خطيرة. واو واو ناري شوف من هنا شوف حسبتها تجربة ولكن ما تجربة صعيبة والله لا صعيبة. واو دقيقة دقيقة أوه صفا صفا طلع طلع لي واو 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 لا إحساس واو واو صعيبة صعيبة هنقطع الدراري تنطلع أقسم لكم بالله الدراري إلى شعور مش جاني البرد ولكن شعور خطير. واو أقسم لكم بالله ما فيه البرد ولكن راه كنحس بذاتي وعلى شعور صاحبي واو ما قدرش نكمل المغامره الوحيده اللي ما قدرش نكمل فيها هي هذه. ماشي انا وديت مخلوع ولكن راه حسيت بواحد الشعور صاحبي راه ما يمكنش راه ما يمكنش راه ما يمكنش صاحبي كنا ليها صاحبي. واه الحمد لله انني عشت هذا الشعور هذا ولكن حياتي تبدلات في هذه اللحظه وحق الله الا حياتي تبدلات. ما قدرتش نهضر ولكن قطع صافي ما